بص عليها. الماتيريال. ماشي الماتيريال، هنبدأ بقى النهارده ان شاء الله اول محاضره بالاسئله بتاعت الناس، يلا. وبعد كده على التوالي بقى كل واحد مننا، مش عايزين نسيب فتفوته في القديم، حتى لو قديمه قوي ما جراش حاجه، اعيدها تاني زي ما انتوا عايزين، بس اهم حاجه اعترض الطريقه وانت بتشتغل تقولها لي عشان نقدر نكمل على ايه، على كويس. قولي يا فندم. في ماتيريالز المي انا عملته، بس بص عملته من الماتيريالز الموجوده ب 3D ماكس ما انا هقول لك، بس. بص انت في عندك شقين، اولا احنا ما خدناش ماتيريال، ثانيا احنا المره اللي فاتت لما جيت بدات شوط اللي هو البحر ده مجرد شوط عام، خدت بالك احنا هناخد ايه في كميه المحاضرات اللي بينا كلها، اللي هي اللي هي عباره عن ايه، كورس الفي ري اللي هو فيه ايه، في لايت وكاميرا وماتيريال ورندر. طب انت اديت لنا كل الكلام ده ليه؟ عشان اوريك ان البرودكت لما يكون نهائي او انت بتعمله فاينل يديك نوع من شكل معنوي كده ان انت ممكن تطلع كذا. طب احنا هنحفظ كل ده؟ المفروض ان احنا كنا تباعا كده سواء بالمحاضرات او سواء انا موجود معاك نعمله 15 20 مره لحد ما ايدي تاخد الخطوات، ثم نبتدي بقى تفصيصا حته حته من الحتت دي. ايه اللي احنا، معلش انا خلوني ابتدي فيه تاني وتاتا تاتا كده. المره اللي فاتت شط البحر احنا ما خدناش ماتيريال زي ما انت كنت بتتكلمي، طب ايه هي الماتيريال؟ في حاجه من اتنين، الاول انا هديك مكتبه كامله، وبرضه كان عايز استاذنكم تشوفوني المكتبه دي اوصلها لكم ازاي. خدوا بالكم المكتبه دي هي عباره عن مكتبه في ري كامله. طب هل في غنى عنها؟ طب ازاي الغنى عنها ده؟ لو انت عندك 21 او الفي ري 5 هينزل لك حوالي 8 جيجا ماتيريال باي ديفولت اصلا، ما فيش مانع ان انت تاخد دي مني، يعني ما فيش مانع تبقى موجوده معاك، هي مش هتخسرك في حاجه، لكن انت ممكن تستخدمها اللي هي الماتيريال الجاهزه ليا دي، الكتالوج بتاعها موجود اهو، وانت بتشوف الخامه اللي تعجبك وبتروح تنادي عليها وتستخدمها زي ما احنا خدنا فين، في الليكويد او اللي هي الفول او الميه، اللي هي كانت دي الماتيريال الجاهزه. انا عايز اروح اعمل مثلا ميه، حمام سباحه مثلا اهي، خدت بالك اللي هي دي. فكل مهمتك يا نانسي ان انت تروح تنادي على دي، انادي عليها منين؟ اهو انا جيت هنا اهو كده، ورحت رايح عندي على الفي ري، ورحت جاي هنا اهو دايس هنا في ري بلين اهو، ورحت دايس وان كليك في النص. هل لازم في النص؟ حد منكم سالني السؤال ده المره اللي فاتت؟ قلت له لا، اي في اي مكان يعجبك، بس اللي هو البلين ده هو انفينيتي، ملوش حدود. تاني حاجه رحت انا جاي هنا اهو كده ومغير الاوربت زي ما انتم مليتوني حتى في المحاضره اللي فاتت، غيرت الاوربت واللي هي وجهتي او وجهه نظر لايه، للبحر. طيب في عندي حاجتين، او اول حاجه لازم اعملهم لازم ابص بعين الكاميرا، ده برسبكتيف. هعمل كاميرا ازاي؟ عندي هنا اهو الكاميرا ما هياش موجوده عشان الفيرجن اللي هي بتاعت الفي ري او بتاعت الماكس، اي خدت بالكم؟ طب اعمل ايه؟ انت عندك في الفي ري 5 اللي موجوده هتلاقي في عندك كاميرا اسمها ايه؟ في ري فيزيكال كاميرا، يعني انت هتخش كده على الفي ري فيزيكال كاميرا اللي هي دي، وتدوس وان كليك وتنزل وان كليك وتسحب ترسمها في اي حته. طب انا عشان هي مش موجوده عندي في الفيرجن ده زي ما عندك يا نانسي، هعمل ايه؟ في ملف اللي هو اسمه سكريبت، انت هتروح تنادي عليه، ده كل وظيفته في الدنيا ان هو يكريت للكاميرا. هو موجود فين الفايل ده؟ مش عارف انا بعته لكم اعتقد المره اللي فاتت. اللي هو الفايل اللي هو ده. طب ايه اللي حصل؟ لما بعمل زوم كده الكاميرا بتطلع. طب اعمل ايه بعد كده؟ هاجي هاجر زي ما انت سالتيني المره اللي فاتت، رايت كليك واجي ادوس هنا كنترول سي عشان الكاميرا تاخد نفس البوزيشن بتاع البرسبكتيف. ثم اجي يا اما اختار اسم الكاميرا من هنا، يا اما اجي يا خالد اجي ادوس هنا اهو ايه؟ حرف السي. ايه الملحوظ؟ الملحوظ ان هنا بقى اسمها ايه؟ في ري كاميرا. طب ايه الملحوظ تاني قلت لكم تاخدوا بالكم منه؟ ان شكل الكاميرا تطلع شبكه كده. اهم حاجه قبل ما اخرج منها اقول له شو سيف في، خلاص والكلام ده احنا عرفناه. نيجي بقى للجزئيه بتاعت نانسي. السؤال بتاع نانسي اللي هو ايه؟ الماتيريال بتاعت الميه. طيب احنا ما خدناش ماتيريال يا نانسي، طب انادي على الماتيريال دي ازاي؟ الاول نانسي انت رحت فين؟ معك مهندس بس. طيب. النت فصل شوي ورجع. ما جراش حاجه، لا بس نبهيني عشان اعيد لك تاني 1000 مره ما يهمكيش. ماشي. طيب وافتحي من الموبايل كمان، خدت بالك بس نبهيني يعني. انا همسك همسك الارض اللي هي ايه مسماها بحر. فين الماتيريال؟ هدوس وافضل دايس واخد اول ايه؟ اول بطن اللي هو ده. هتطلع عندي مجموعه كور كتير، احنا ما خدناش مفادها ولا دي بتعمل ايه ولا الكلام، احنا ما خدناش ماتيريال. كل اللي انا جيت قلته ان انا هاخد اي كوره من دولت بس اما يفك اي كوره، وهاجي عند مين يا هاجر؟ عند ال في ري ماتيريال، في ري ماتيريال، واروح اجيب الفولدر بتاع انادي بس. وانت مش هنعمل حاجه، ده مجرد ان انا هروح انادي
على ايه؟ على الماتيريال. هنادي عليها منين؟ هي طبعا كده كده انا ناديت عليها مرتين عشان كده مسجلها، بس انا بوريها اهي اوبن ماتيريال لايبرري، واجي اخش على الفولدر اللي انا مديه لكم اللي هو البول اللي هو اهو، وانادي على دي. يعني انادي عليها ندوس عليها دبل كليك، ايه النتيجه اللي هتظهر؟ هتظهر عندك اهي. طب انا اختار اي واحده فيهم؟ اخر واحده اللي هي دي اسمها بيري ماتيريال اللي هي الووتر اللي هي دي. طب انا مش شايف، طب رايت كليك هنا اهو كده، رايت كليك في اي حته فاضيه، ديسبلاي كبرها لي لو سمحت. طيب هعمل فيها ايه؟ حاجه ادوس عليها دبل كليك، ايه النتيجه اللي هتحصل؟ هتطلع لي بره على الكور. طب عايز اخدها بره، يا اما اخدها دراج اساين يا اما اساين. خلاص كده انا حولت الماتيريال للميه الجاهزه طلعتها بره. دي كانت الجزئيه بتاعت الماتيريال لانس اللي انا بداتها من اول خالص. هل انت كده الدنيا بيس في الماتيريال دي ولا اقولها تاني؟ مهندس منيح، بس قولي. بس عندي الشكل البيري غير، ما بعرف كيف. طيب انا عايزك تعملي شير دلوقتي حالا، خدتي بالك؟ يلا يلا. طيب يلا لحظه، انا عندي سؤال بخصوص الموضوع ده. قولي يا فندم. هو انا دلوقتي لما باخد الكاميرا واجي احطها في البلان مثلا، لازم موقعها يبقى مظبوط ولا ممكن احطها في اي حته واشدها؟ لا لا براحتك، في اي حته طبعا، اي حته، لان انا دي غلبتني جامد. لا لا نعملها سوا، حضرتك تعملي شير واعملها. بص انت سطبتي بقى بيري كام يا نانسي؟ اعتقد كده بيري 5 صح؟ ده انت نزلت 22 ونزلت ال 5، ماشي حلو. نانسي انت معايا صح؟ شكل النت قطع عنده. مهندس معك. طيب بص بقى، المفروض الماتيريال انت بتجيبيها منين؟ ده شكل مختلف اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الماتيريال اللي هو بتاع 22. استنى هقفل دي كده كلوز، وهاجي فين الماتيريال هنا اهي؟ اهي اللي هي دي، هدوس وافضل دايس وهاخد اول واحد. تطلع مين يا نانسي؟ انا فاتحها. بس كده مش مسطبه اصلا. الفي ري مش هنا. طب انا هعمل ايه يا نانسي عشان يكون الفي ري هنا؟ احنا اتفقنا يا هبه، هبه انت معايا صح؟ حضرتك لازم وانت ماشيه كده تعملي تشيك، هل انت ماشيه مظبوط والفي ري نازل والماتيريال ظاهره ولا لا، عشان ما تفضليش ماشيه وتحصل مشكله. طيب هعمل ايه يعني؟ انا مش فاهم. الخطوتين اللي احنا اتفقنا عليهم ان احنا بيروح يعرف 3 دي ماكس اللي اتسطب واتكرر، لازم يبقى ان هو ايه 3 دي ماكس حاسس بيه. فانا باجي اطلع على ريندرنج. بصي بصي نانسي، هو مش بيدوس معايا، بس معلش دوسي انت على قائمه ريندرنج. نانسي طيب حد تاني يا جماعه يعمل شير؟ شكل النت النت فصلنا. طب حد تاني يعمل شير؟ انا ممكن اعمل لحضرتك. هو حضرتك محتاج ال 3 دي ماكس 21 صح؟ او 22 او اي فيرجن. اوكي انا 21. اوكي ماشي. باشمهندس، هو انا لما جيت مثلا اعمل السين بتاع الحيطه ده، علشان مثلا اجي اعمله رندر، لازم ادخل اللي هو الفي ري بلان ولا بحط كاميرا وسن لايت بس؟ عشان تعملي ايه بتاع الحيطه؟ لما جيت اعمل اللي هو السين بتاع الاوضه ده اللي هو فيه الحيطان والزرعه دي، فانا دلوقتي جيت عشان اعمل له رندرنج، فانا حطيت الكاميرا وعملت السن لايت. لازم سان لايت عشان يظهر بس. تمام، وعملت رندر طلع لي الصوره كلها لونها ابيض. اوكي. فالمشكله بقى معاك دلوقتي معاك معاك انت الفايل صح؟ انا؟ لا لا ده انا بقول لهاجر معاك الفايل صح؟ معايا الفايل بتاع ايه؟ اللي هو طلع لك لون ابيض. لا هو انا باجي يعني بضغط سمعنا اللون اللون الابيض ان انت مش واقفه في عند الكاميرا. اوكي، ما انا بقى مش فاهمه موضوع الكاميرا ده ملخبطني جامد. طب عايدها لك تاني. بص الماتيريال بقى اللي انا كنت واقف عليها هنا يا هبه، بصي انا باجي كده بدوس وافضل دايس واخد دي.
ايه النتيجه اللي هتظهر؟ هتلاقي عندك شكل الكور بالطريقه دي كده، وهنا في كلمه في ري ماتيريال. خلي بالك برضك انا فاتح التسجيل عشان لو لما ننسي ترجع. فهنا في كلمه لا ان هي ما كانش عندها الكلام ده. طب انا هعمل ايه؟ اروح جاي هنا من ريندرنج، انا هقول الخطوتين اللي هو بتوع تعريف الايه 3 دي ماكس، الفي ري ال 3 دي ماكس اللي هي ريندر سيت اب. خالد انت اللي انت خالد ولا ايه؟ لا معاك. وسناوي فين؟ معاك برضه. طيب هتيجي من تحت خالص اساين ريندر اهي مينا، وهتلاقي فيه من تحت هنا في ري كذا. اه تطمن ان هو ايه شغال، في ري 5 بقى، في ري اللي هو نكست على حسب في ري. نعم انا امسك معدي والله انا دايما بجننكم. لا 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 ما يهمك. بص انا بعمل لا. طيب انا اللي انت كنت عايزاه انا بعمله هنا عند هبه. بصي معايا وممكن ابعمله تاني لو عايز. طيب ماشي شكرا. اه يبقى كده اول خطوه من قائمه ريندرنج على ريندر سيت اب اهي، وباجي هنا من اساين ريندر في الاخر خالص عند كومن اهي. الخطوتين اللي احنا قلنا عليهم ننسى المره اللي فاتت، هي اساين ريندر واختار لي بي ري. اه في حاجه ثانيه، اه اخر واحده بقى اللي هي من كاستمايز اللي هي بوظت لنا الدنيا انا وهاجر المره اللي فاتت. من كاستمايز هنا واقول له هنا كاستم ايه ديفولت سويتش اللي هي دي، واجي اختار من هنا لازم هنا ايه ماكس دوت ماكس بي ري. طبعا هنا غامق او فاتح على حسب ما جاي. طيب تمام، ايه النتيجه اللي انا هشوفها؟ لازم يا نانسي تشوفي ده كده مفتوح كده بالطريقه دي، يعني الكور اللي عندك لازم تلاقيها كده. وهنا في كلمه في ري. طب انا هعمل ايه هنا يا هبه؟ هاجي هنا على اي على اي اي كوره من دول، وهاجي ادوس عندي على كلمه في ري ماتيريال، واجي اقول له بردك هنا اوبن ماتيريال لايبرري اهي، واروح اشوف فين الماتيريال الفولدر. انت حاطاه فين يا هبه؟ لا ما اعرفش. اهو 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 اللي هو ده. اه واقول له اوبن. ايه النتيجه اللي انا هشوفها؟ هتلاقي الميه طلعت عندك هنا، هختارها هدوس عليها ضغط لك. هتجيني فين يا نانسي؟ هتجيني هنا على الكور. همسك الحاجه اللي انا عايزها تبقى ميه، واجي اقول له هنا اساين وخلاص. طبعا لو هي بنفس الاسم اروح اعدل اسمها، يعني رينيم واعدل اسمها. نعم اوكي. طب لو الماتيريالز الثانيه فين؟ انا يعني ما عرفتش بقى احط اي ماتيريالز على اي حاجه عشان مش عارفه ليه؟ يعني مثلا لو عايزه رام هقول لك. بص انت في عندك حاجه من الاثنين، احنا لسه ما خدناش ماتيريال. فكده ممكن تاخديه عشان بص احنا ممكن نيجي هنا اهو كده واروح جاي اعمله هنا اساين. ممكن تستخدميها كلون، يعني ممكن اجي كده ادوس على اللون واديله هنا ابيض. خدتي بالك؟ اوكي. الجبل ده اروح جاي واخد هنا اي كوره، خدتي بالك؟ واجي هنا اهو كده واجي اديله هنا مثلا بنيات مثلا كده، واحرقها شويه اللي هي البني يبقى بني غامق مثلا. اوكي. واقول له هنا كده اساين. خدتي بالك؟ يبقى انا كده مجرد ان انا بعمل ايه؟ الشكل مبدئيا لحد بس الحاجه الوحيده اللي احنا خدناها اللي هي الميه والبحر. اوكي. طيب هو بس انا عندي ليه الشاشه بتغمق اول ما بحط الصن البرسبكتيف؟ هل ده عادي؟ لا هو مش عادي، بس انت ممكن تيجي هنا وكده عندك على كلمه ديفولت اللي هي وتيجي تقول والله حاولت اعمل هو الريفرش ده. اه خليها كلاي او اسيست مثلا هي دي هتفتحها لك تخليها لك جريدينت. اوكي. بص انا عايز اجاوب كمان على سؤال بتاع هاجر، لما جت عملت ريندر ده المنظر. هاجر انت معايا؟ ايوه انا جالي نفس المسج دي في ري مسج دي عمره كتير قوي. بص الفي ري مسج دي كلها بيضة. اه ما الفي ري مسج دي طبيعي انها تظهر لك، دي بيقول لك البروجريس اللي هو بتاع الخطوات بتاع الفي ري طلع عامله زي لو في ايرور هيقول. هي طلعت ابيض ليه؟ لان انت مش واقفه عند الكاميرا زي ما قلت لك من شويه. انا هنا غصب وانا بقف عند الكاميرا ازاي بقى؟ مش فاهم. بص هنا وكلك. يعني شايفه هنا الفيو بورت اللي هو اللي منور بمربع اصفر ده اسمه ليفت. خليه هنا بص وكلك كده المربع الاكتف فيو بورت ده اللي هو ده عشان لما حضرتك تيجي تعملي هنا ريندر يطلع لك الريندر بالشكل ده. اوكي اوكي. يعني لازم ابقى واقفه على البرسبكتيف من الزاويه بتاعت الكاميرا اللي هو كنترول سي وبعدين سي. ايوه بالظبط. بس خدي بالك ما هو طلع بص فوق الفي ري كاميرا صح؟ بص يعني دي لازم تكون هنا في ري كاميرا. فين الفي ري كاميرا هنا؟ ما انا كنت كده، ما انا كنت عاملها كده. تعالي هنا اهو كده على الكاميرا. انتوا معايا يا جماعه صح؟ مع حضرتك. يبقى فين بقيه الرجاله؟ فين؟ موجودين اهو. نقلبها امتحان ونخلص. لا لا ليه؟ سخنين كده. طيب تعالى هنا على الكاميرا وهاجي اخد هنا في ري اهي، وزي ما كانت هاجر بتقول لي من شويه ادي في ري فيزيكال كاميرا، انا هروح اعملها كده مثلا. عملتها مانيوال في اي حته؟
هي دي عشان يعني... اورثوجرافيك خليها هنا فرونت اديشن كده. يعني مش لازم احط الكاميرا بص. في يعني كاميرا في اي مكان زي السان لايت كده. بص شايفاها طلعت فين؟ ديليت اهي وهدوس كده وكليك واعمل كده. ايه ده؟ تمام. دي مش في مكانها خالص. انا مش مهم في مكانها، المهم ان انت ماسكاها. ثم وانت ماسكاها كده هكليك يمين تحت رايت كليك ثم ادوس هي هبه كنترول سي هتلاقي الكاميرا خدت البوزيشن دي. ثم ادوس حرف السي عشان دي تقلب معاك اسمها ايه؟ كاميرا. دي كاميرا. بص بقى لما تيجي تعملي ريندر النتيجه مختلفه يا نانسي ازاي؟ هتشوف حاجه؟ لان انت عندك عامله بس زوم. لان الفي ري كاميرا ما بتقرا الفي ري لايت، بتقرا الفي ري ماتيريال. حد معايا ولا فين؟ حضرتك وصلت كده نانسي؟ تمام. مهندس معاك. طيب ظبطيها بردك وقولي لي عشان ما تتزنيش بعد كده. هبه انت كده تمام يا هبه؟ انا كان في حاجات كثيره قوي. قولي يا فندم براحتك زي ما انت عايز. يعني في حاجات في الموديلنج انساها دلوقتي لغايه لا يا فندم ما تنسيش اي حاجه. لو في اي حاجه من اول ما خدنا قولي. قولي. انا كان قصدي لو انا مثلا عندي قطعه زي بوكس وعايزه مش اقصها بس عايزه اوصلها مع حاجه، هل دي لها طريقه اوصلها مع حاجه؟ اوصلها يعني... طبعا ممكن توصليها مع اي حاجه طبعا. يعني ايه مثلا؟ يعني هقول لك انا معايا ده اوبجكت وده اوبجكت. انا ممكن اعمل بمنتهى السهوله في اكتر من حاجه. يعني انا ممكن اعمل سيلكت على الاوبجكت ده كده واجي هنا بالسناب. عايزاه في سنتر بوينت ولا نص الايدج؟ لا عايزاها سنتر بوينت مع اوبجكتين. اوكي تعالي بقى هنا خد البيفوت اهو واشاور على دي بامر موف اشاور واشاور على التاني كده. اوكي تاني معلش اهي ده انا اخدت هنا هو البيفوت بس وهشاور على الاوبجكت ده مش هروح لنصه اشاور عليه وامسكه واشاور على حدود التاني فقط وامسكه واشيل ايدي. اوكي تاني معلش. انا اعتقد سالت حضرتك قبل كده صح؟ معلش اساليني 1000 مره ما يهمكيش 1000 مره حتى لو كورس خلص ما يهمكيش. تعالي هنا كده اشاور على حدودها بس كده طلعت امسكها واشاور على الحدود الثانيه وقت ما في حاجه تنور اشيل صباع خلاص هو كده بقت في السنتر بوينت. معلش هو في حاجه ثانيه؟ انا همسك الاثنين دول كده واقفل السناب. هي دي حاجه اسمها ايه؟ الاين. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انا همسك كده الاثنين واجي هنا بالاين اللي هي دي اول واحده خدي بالك وادوس وان كليك. ادي الاوبجكت اهي وهاجي ادوس هنا كده على الاين وادوس وان كليك. شايف انا دايس وان كليك فين؟ واشاور الاوبجكت ده على الاوبجكت ده. ده حلو قوي الموضوع ده. يا نهار ابيض ايه ده ايه ده؟ ده انت عايزها من السنتر؟ لا 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 معلش عايزها من المينيموم. ايه ده؟ لا لا معلش انا عايزها من البيفوت بوينت قوي. ما هو كده كده على البيفوت بوينت. طب عايزها على الماكسيموم اهي. لا لا مش عايزها على الماكسيموم. ده الكرنت اوبجكت؟ طب انت التارجت اوبجكت ايه؟ سنتر؟ لا بيفوت بوينت او ماكس. يعني اقصد ان انت متاح بالنسبه لك ان انت تعملي الاين ما بين الاوبجكت وما بينه في اي حته فيه. سواء على الاكس او على الاكس او على الواي او على الزد او على الثلاثه مع بعضهم على الثمانية. اوكي وصلت؟ وصلت. ثانك يو. طيب سؤال ثاني. استني بس عشان اكدها عشان لو اتفرجت على الفيديو كده. انا بمسك الاثنين اهو وادي اللي هي الاين اللي هو ده دوست وان كليك والمنيو هتطلع وتعامل معاه. وصلت؟ وصلت. تمام. طيب يلا انا حاسس ان بقيه الرجاله الباقيين ساكتين. طب معلش يا جماعه نقلبها امتحان بقى. لا.